قال الشافعية كاين حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ولكن هذا به أوله العلماء. الميت يتعذب من ينوحوا عليه، مش من يبكوا عليه. ينوحوا شهية النية، هذيك المرأة اللي ترفع صوتها وتبدأ توصف في ذاك الراجل وهم يردوا عليها إلى آخره، ترفع صوتها. الصالقة سماها رسول الله. أنا بريء من ثلاثة: الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة تولي توق على الميت وتنوح وتقول كلام فيه وتمدحه بالحق والباطل، فهذا هو الذي لا ينبغي. كذلك نساء عبد الأشهل كنا يبكين أهلكهن في أحد، ورسول الله كان عند حمزة قال عمي مكاش لي يبكي عليه، مكاش لي يبكي على عمي، جاوا يبكوا عليه نساء الأنصار. رسول الله رقد في طنصابهم غير يبكوا عليه، قال ويحهن من قالبنا بعد، مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد الموت. وهنا المقصود قتل أحد. وجابر كانت تبكي عليه عمته وأقرها رسوله الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن عمر يقول إن الله لا يعذب بدمع العين ولا الحزن ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وذكر لسانه.